وهذا سائل يقول: إذا اشترطت الزوجة على زوجها قبل العقد عدم التعدد، فهل يلزمه ذلك أم أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فهي على شرطها، وهو لا يلزمه أنه ما يتزوج، يتزوج، لكن إذا تزوج عليها لها الخيار، إن شاءت تفسخ وإن شاءت تبقى عملا بشرطها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.